هل بيبي أو طفل الجحيم فيلم رعب ولكن كوميدي، وهو أول تجربة إخراج للممثلين وكاتبي السيناريو توماس لينون وروبرت بن جرانت. القصة تدور حول زوجين قررا شراء منزل قديم وتهيئته قبل قدوم مولودهما الجديد، لكنهما يكتشفان عن طريق جارهما أن هذا المنزل مسكون بالأرواح الشيطانية. جميعنا يحب المغامرة وعيش مواقف عبثية والضحك على بعضنا البعض. لقد قضينا أوقات ممتعة حقا. أنا أعرف المخرجين منذ سنوات، اتصلا بي قائلين: اسمع، لم يسبق لنا أن تعاوننا مع بعضنا البعض أكثر من يوم أو يومين، والآن لدينا عائلات ولا نريد أن نعمل أكثر من 10 ساعات يوميا. فقلت: حسنا، أنا موافق. الزوجان يقرران الاستعانة بخبيرين في طرد الأرواح الشريرة حتى لا يولد لهما طفل تتلبسه الشياطين، فيتصلان بالفاتيكان لمساعدتهما في ذلك. أجزاء الفيلم المفضلة لدي هي المتعلقة بتغير مسارات الأشخاص بصفة عبثية، وهذا ما أحبه لدى هؤلاء الرجال وهذه العائلة من الممثلين. نجد دائما شيئا مضحكا حتى في التفاصيل السخيفة وحتى أمام المواقف المرعبة. المخرجان توماس لينون وروبرت بن جرانت هما الخبيران اللذان يرسلهما الفاتيكان. طفل الجحيم قدم عرضه الأول في فيلم ساندانس السينمائي، ويمكن الآن مشاهدته في قاعات السينما الأمريكية.